كل العالم تحب كرة القدم الإنجليزية اللي بدت تقريباً قبل 100 سنة، لكن حان الوقت للعرب بأنهم يطورونها. معاكم محمد القصابي من قطر، وعلى أبواب بطولة العرب كأس العالم 2022 اللي تستضيفها بلادي قطر، فمن واجبي أني ألعب دور في تطويرها مع منظومة أوباس اللي عبارة عن أول منظومة خاصة في كرة القدم لنوثق أداء اللاعبين، نكشف حالات التسلل ونعزز الثقة باللعبة. تحب كرة القدم؟ تحب تحسين التحكيم فيها؟ كل ما عليك تسوي انك تصور.